وهذا الوعد 100 عام. لله عز وجل سنن، الشيء إذا بلغ 100 غالبا يبدأ في الانحدار، كما أن الشدائد إذا بلغت 7 غالبا تبدأ في الزوال. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، فرج عنا وعن جميع المسلمين. اللهم احفظ دماء المسلمين وصم أعراضهم ورحم شهداهم وشافي جرحاهم وأمن خوفهم وفك أسرهم يا رب العالمين. ومن أراد بهم خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نشكو إليك من مساجد هدمت، ومن أعراض انتهكت، ومن أطفال يتمت، ومن نساء ثكلت يا الله. اللهم عليك بطاغية الشام بشار ومن والاه، فإنهم